مرحبا، أنا أحمد الأحدب، معروف باسم دكتور أنتف. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس الجيتار تبعونا. اليوم رح نعمل تكنيك مشهور كتير بعالم الجيبسي اللي هو هيدا. واو، كتير حماسي. طيب خلينا نبلش نشوف كيف بنعمل هالتكنيك، وخلينا نشوفه على البطيء شوي شوي. اول شي في عندي نزلة وحدة، من بعدين في عندي رشة بالصابيع، فبتصير هيك، يعني نزلة رشة، من بعدين في عندي طلعة، فبتصير هيك. من بعدين في عندي كتمة، فبتصير هيك. بعدين في عندي طلعة نزلة طلعة، فإذن نزلة رشة طلعة كتمة طلعة نزلة طلعة، ومنعيد. من بعض التغييرات اللي عم بعملهم، لما عم بكتم مرات بكتم وبإصبعي من هون بخبط على الخشبة، فبتصير هيك. كمان التغييرات اللي بعملها، بلغي الرشة وبعمل بدالها نزلة، فبتصير هيك. كمان قسم التغييرات اللي بعملها، بإيدي الشمال بكتم الكوردات، يعني لما أنا بضرب الكورد بضل صوته شغال، بس إذا ضربته وشلت إيدي عنه بيسكت، بدل ما ضلني كابس بضل الصوت ماشي، بصير فبصير الصوت متقطع أسرع، فبتصير هيك. فإذا فينا نغير فيه كتير، تكنيك منه هين بده شوية تمرين، الأساس تبعه فإذا نزلة رشة طلعة كتمة طلعة نزلة طلعة. إن شاء الله يكون عجبكم وبشوفكم بدرس تاني.